Salut Monique, mon équipe, je suis là pour nous faire la chère. Je vous dis à la fin de la journée. Je vous dis à la mubarak à la jamie, Inch'Allah. Nous sommes là pour nous faire la 11h30. Nous sommes là pour nous faire la chère. 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 ما جيت مديقيزي شوف اوكي الناس وصلوني على الحجار هاي جدلتها لا ميزاجور تاع الحجار نبداو بركه وانا جايين سنتر فيل ليكيب لي متدم على الانترنت راهي في حاله ما تلوموش فيديوهات مش مودين يوصلوا في الوقت عادي يوصل كيما تاع البارح وصل على 10 تاع الصباح ما فهمتش الحكايه الانترنت هي باينه الحكايه تاع الانترنت مهم جيسبر كي تكون بريود بركه وتعدي ما نعرف بالك في زعما السخانه ياسر لي زونتان ولا الحرق اللي في الجبال هذا تكون نورمالمون داو التفسير اللي كاين السخانه ضرت الدنيا كامله تحريق و هذه هي بربي ان شاء الله تعدي لنا بريود هذيا باسكو صعيبه شويه تعدي برك تكمل علينا وتروح برك جار ما عرفش كون نلقاو قهوة حالة ولا لا عندي عامل حالة الحجار نورمالمون بالجمعة ديما الفيديو تاع نهار الجمعة نديرو دورة لجهة القهاوي جهة القهاوي جهة البحر نشرب قهوة على نحبسو منها بركة ولا ندردي القهوة بركة ليك ونشوف وين نروح نشربو القهوة تاع الحجار اليوم نعم ما يملح ليكيب كبيرة شفت اخبار في الفيسبوك قلك عنا راح ينحيو عليها الحجر لو 15 ما نعرف فيسبوك ديما يجي قبل الوقت ما نعرف شكون حكاية صحيحة ولا لا تصادف تبان لو كان سعودي نحيو لينا الحجر تاع 8 هذا باسكو الحق غمة كبيرة الحكاية تاع 8 تقفل عليا نهار كامل وما تقفلش عليا على 8 توجور في الحجار عديو ما فينا ما فين نروحوا البحر ما نعرفش كان عديو البحر ولا لا واش سيرمون نضربوا طبلة حتى في البحر بس كمش نيا لازم نجمش ندور على هذا فهمتي هي تردي الترونسبور ما يسركنش خلاص برك الحجر اللي هنا ونحكم وطريق سنتر فيل
الموضوع الاكيب بعد ما كملنا قضيتنا في الحجار كما تفهمنا درك نحن مفريق تاع السونتر فيتش هذا البلد الطيب المبارك الآمن
الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام وترعرع فيه، تذكر تلك الأيام وتلك العيشة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جبال مكة، وهو يودع ويبين أيضا لنا ولأمته جميعا أن محبة الوطن من الإيمان بالله سبحانه عز وجل، وأن محبة الوطن ومحبة الأرض الذي نشأ فيها الإنسان هو من صميم الإيمان بالله سبحانه عز وجل، كما أنه جبلية وفطرية فطر الله سبحانه عز وجل جميع الناس عليها. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا مكة مخاطبا تلك الجمادات: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ولو أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. معشر الإخوة الأكارم، إن محبة الوطن تعني المحافظة على مكتسباته وعلى خيراته وعلى بركاته التي أعطاها الله سبحانه عز وجل، وأكرم الله تبارك وتعالى بها هذا الوطن الحبيب الذي استشهد من أجله الأجيال الفائتة والأجيال الحالية، وما ذلك إلا ليعبروا عن مدى حبهم وعن مدى إخلاصهم لهذا الوطن ولهذه الأرض الطيبة الطاهرة. معشر الإخوة الأكارم، إن مبدأ التكافل والتضامن والتلاحم من الأشياء التي أمر الله بها سبحانه عز وجل في كتابه، وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. الله سبحانه عز وجل يقول في محكم التنزيل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما ذلكم التكافل الاجتماعي الذي فعله كل ولايات الوطن من أفراد وجماعات من منظمات حكومية وغير حكومية التي قدموا المساعدة وقدموا يد العون لأولئك الذين أصيبوا في بيوتهم وفي ممتلكاتهم، وربما وهناك من مات من الأفراد الجيش الوطني ومن المجتمع المدني الذين قدموا ولم يدخروا جهدا في مد يد المساعدة وإنقاذ البشرية وإنقاذ البشر وإنقاذ الشجر، لا لشيء إلا لأنهم يحبون معانهم. وهو الإنسان المسلم الذي يقاتل العدو صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لإعلاء كلمة الله. وهؤلاء أنزل الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهناك شهداء الآخرة لما لحقهم من ألم هذه المصيبة، الذين يموتون تحت الحريق وتحت الهدم، والذين ماتوا في هذه الأيام المباركة في بعض ولايات الوطن من تيزي وزو إلى غيرها من الولايات من أفراد الجيش الوطني الذين أدوا الواجب الوطني ومن أفراد المجتمع المدني، كلهم نحسبهم من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. كيف وصلنا لسونطرفين ناديو على جهة البحر على جهة الكورنيش، لو بالفيدرو ناديو سانكلو شابي إن شاء الله. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، وذكر منها
النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحريق، يعتبر صاحب الحريق شهيدا، والذي يموت تحت الهدم شهيد. فهؤلاء نحسبهم بإذن الله تبارك وتعالى من الشهداء عند الله سبحانه عز وجل. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نستودعك جزائنا كلها، أهلها وشعبها، أمنها وجيشها، سماءها وأرضها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله الحليم الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب تجدوه غفورا رحيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله له الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المقتفى والمجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. وبعد، يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويبين أصناف الناس من مؤمن بالله سبحانه عز وجل، ومن مسلم، ومن مجاهد في سبيل الله، ومن مهاجر. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا معشر الإخوة الأكارم، هكذا يجب علينا أن نحافظ كذلك على وحدتنا وعلى استقرارنا وعلى أمننا وعلى سلامة أنفسنا وسلامة غيرنا، وذلك بالتلاحم وبالتراحم وبالتآخي. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته عليه الصلاة والسلام، حينما قدم المدينة من أول ما فعله أنه آخى بين الأوس والخزرج، وأنه آخى بين الأنصار والمهاجرين، ليقيم دولة موحدة منهجها واحد، هو توحيد الله سبحانه عز وجل، هو إقامة شرع الله سبحانه عز وجل، هي محبة الله بين الناس جميعا. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على وحدتهم وعلى عدم التفرقة. فنسأل الله تبارك وتعالى كذلك لأولئك الذين استشهدوا في هذه الأيام المباركة من أجل أن يقدموا يد المساعدة من أفراد الجيش الوطني ومن المجتمع المدني، الله نسأل أن يجعلهم من الشهداء عنده سبحانه عز وجل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعلهم من الشهداء عندك، وأن تعطيهم منزلة الشهداء عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الحفظ والسلامة والأمن والإيمان والإسلام، أن تجعله محفوظا في بلدنا هذا، فيما بيننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الجزائر كلها، شعبها وجيشها وأمنها وكل من يعيش فيها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسألك يا الله أن توفق ولي أمرنا إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح وإلى ما فيه السداد. كما نسألك يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن تقيض لولي الأمر البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتدله عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا ردا جميلا إلى كتابك وإلى سنة نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معشر الإخوة، كما تقام صلاة الغائب على أرواح الشهداء في هذا المسجد وفي مساجد الجمهورية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد عليهم الرحمات،
وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن تجعل أرواحهم تنعم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نعزي أنفسنا في فقدان هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بالنفس من أجل أن يعيش الناس آمنين مطمئنين في هذا البلد وفي هذا الوطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيف عدينا على الفيدرو، عدينا على سينكلو، عدينا على شاب ليوشي، نكملوا الجولة تاعنا فوق إن شاء الله، نديروا طلع على البحر. كامل الفروشيات تاع البحر، ماشي غمه كبيره مع الحوايج اللي كانت تصرى اللي متى تما الشعب راهو تاع غير على البحر والقمه لي بلاج انتردي، ثم يروحوا لشي فروشيات يفكروا لها بلايص عفا حتى واحد يوم.
الكراج تاع الكاروب نجي مش دقاري كانش بلاصه فول الدنيا ماشي كامل قد يبحر في الفيراجات قفلوا البحر غيشي راح غرم للروشيات شيء كبير في الروشيات هنا في طاش نجربوا كش ما لقوا بلاصة من طاش نطلعوا من فوق دراجات كل محكومين ديك شوين دقاري طاش نورمال مو دراجة طاش ما لقاوش فيها وي تلقى فارغ بس كان يجموش يهودوا
ليكيب اللي كنطلع على العطش شويه من صورنا شويه الله رجعك الله خفيف على عبدي شل العينيه حر شفتوا الدنيا رمل ما فيه حتى واحد بس صدقوني الغاشي راهو كامل في الروشيات راهو كاموفلي الغاشي ما كنت شعبي وقيله ما قدرتش نقاري ونقاريت صورت لكم الغاشي كفا لقيت شوي نقاري من الفيراج اللي قبل الريح غاشي كبير وقيت لما الغاشي في الروشيات تم يصروا لي زاكسيدا الناس مش عمال في الروشيات يزلقوا يطيحوا يعني ربي يستر لي بومبي ما كانش في الروشيات شنو هو الشعب تاعنا يا ضبطي احنا ليه شفت يقفلوا له رمل راح للروشيات يجري سخانة كبيرة سخانة كبيرة سخانة كبيرة والأخبار مش ملاحة وفي المدار الشعب حبي ديفوليا اللي نجي مش تقنعوا باللي بوسيب بس ما عندنا بانا الموضوع اللي كان طاح ونقصوا شوية بدي ما قلت لكم قبيلة كده تنقص الحكاية ما قلت كاين أخبار يقولوا باللي كان لو كان زي نحي الكونفينمون من عندنا بانا الحاجة هذا تاع الثمانية هذاك هنا عادينا على بالبدر نورمالمون فوتنا الوقت خلي الكاميرا تمشي شوية ليكيب نقول لكم نتلاقاو غدوة إن شاء الله ميرسي كي كملتو معنا الفيديو حتى لهنا و تنساوش ديرولنا لي كومونتير تخلصولنا البلايص وقول لكم السلام عليكم وغدوة إن شاء الله.